وصلنا الآن مشاهدين إلى فقرة الاقتصاد وتصحبنا فيها كالعادة الزميلة فاتحة أعادي. فاتحة صباح الخير. صباح الخير عبد الله. نبدأ من الدار البيضاء التي ستحتضن قريبا الملتقى الثاني الرابع للمستثمرين والمقاولين بإفريقيا. بالضبط عبد الله، يوم 7 و8 من أبريل المقبل ستنظم الدورة الرابعة لملتقى المستثمرين والمقاولين بإفريقيا هاب أفريكا، وستستقبل دورة هذه السنة السنغال كضيف شرف. الملتقى يعتبر موعدا سنويا يجمع رؤساء المقاولات والمستثمرين المؤسساتيين بالقطاعين العام والخاص مع الخبراء وحاملي المشاريع بالمغرب وإفريقيا. نسخة هذه السنة ستعرف مشاركة 100 عارض وعقد 60 ورشة ولقاء، ويتوقع المنظمون أن تستقطب أزيد من 5000 زائر. نتحول الآن إلى مصر، البنك المركزي يقرر رفع الفائدة على الإيداع والإقراض أيضا. البنك المركزي المصري عبد الله يحاول بكل السبل احتواء التضخم المرتقب وجذب الاستثمارات والحد من تبعات انخفاض قيمة الجنيه، وفي هذا الإطار قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي رفع سعر عائد الإيداع والإقراض ب 1.5% بحسب ما ذكره البنك في بيان على موقعه الإلكتروني. ويعد هذا الرفع الثاني من نوعه في أقل من 4 أشهر فقط، فقد رفعت لجنة السياسات النقدية أسعار الفائدة في شهر ديسمبر الماضي ب 0.5%. الآن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة أجرت بحثا قالت فيه بأن مضاعفة نصيب الطاقة المتجددة سيوفر للاقتصاد العالمي أموالا طائلة. سيوفر للاقتصاد العالمي عبد الله ما يصل إلى 4.2 تريليون دولار في العام بحلول عام 2030 حسب آخر معطيات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة. ووفرت الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية والريحية نحو 18% من الاستهلاك العالمي للطاقة عام 2014، وتصل تكلفة مضاعفة الطاقة المتجددة بحلول 2030 إلى 290 مليار دولار في العام، لكن حجم التوفير الناتج عن خفض التلوث والانبعاثات وأثرها على صحة الإنسان والزراعة سيتراوح بين 1.2 و 4.2 تريليون دولار. فتح الآن شركة الخطوط الألمانية لوفت هانزا لا تتوقع أرباحا كبيرة خلال هذا العام. بالفعل عبد الله، ورغم أن لوفت هانزا استفادت العام الماضي من انخفاض أسعار النفط وارتفاع الطلب على السفر، إلا أن المجموعة لا تتوقع طفرة في أرباحها هذه السنة بسبب توجزها من تراجع متوسط أسعار التذاكر في ظل توجه المنافسين المنخفضي التكلفة كرايانير وإيزي جيت، إلى إضافة مقاعد جديدة في أوروبا وفرض ضغوط على أسعار تذاكر السفر. وقالت لوفتانزا إنها تتوقع زيادة طفيفة في أرباح 2016 بعد إعلانها عن أرباح العام الماضي والتي بلغت 1.82 مليار يورو. فاتحة، أسهم أوروبا تتراجع بسبب خسائر المسجلة في قطاع السيارات. الأسهم الأوروبية تأثر كثيرا بالشركات التي تعتمد على التصدير مع ارتفاع اليورو مقابل الدولار، وخصوصا بعد أن لمح مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى أنه سيخفض عدد زيادات معدلات الفائدة هذا العام، غير أن أسهم شركات التعدين كانت بين أكبر الرابحين بعدما جعل هبوط الدولار المعادن أرخص ثمنا، وتراجع مؤشر قطاع السيارات الأوروبي بواحد 1.3% تحت ضغط خسائر أسهم BMW ودايملر ورونو وبيجو، وهي من أكبر المصدرين الأوروبيين. نختم بهذا الخبر المتعلق بأفضل المطارات في العالم لهذه السنة، ويبدو أن المطارات الآسيوية يعني تصدرت اللائحة. ومطار تشانغي في سنغافورة أفضل مطار وفاز بالمرتبة الأولى واحتفظ بهذه المرتبة للعام الرابع على التوالي، وقد وقع اختيار شركة الأبحاث سكاي تراكس على هذا المطار بناء على عدد أصوات المسافرين في استطلاع تجريه الشركة، يعتبر أكبر استطلاع عالمي لتحديد مدى رضا الزبناء عن قطاع النقل الجوي. وقد حل في المرتبة الثانية مطار إنشيون الكوري، يليه مطار ميونخ، وعربيا احتل مطار حمد الدولي في الدوحة المركز الأول، وجاء مطار دبي في المرتبة الثانية، والمركز الثالث كان من نصيب مطار أبوظبي. كان هذا آخر أنبائنا اليوم عبد الله. شكرا لك فاتحة وعلي. شكرا.